إلى موضوع آخر، دخل عمال شركة سي أم سي والتي تعمل بطريق السيار جهة الشرق وبالضبط فرع مدينة عين تجروت ببرج بوريريج في إضراب مفتوح تضامنا مع زملائهم الذين طردوا من الشركة بطريقة تعسفية حسب تصريحاتهم في ميكروفون حسام دين رافيا. رانا نتعرضوا لإهانات كبيرة، إهانات اللي خلات أي عامل يجي يخدم هنا يحس روحه باللي راه يخدم ماشي جزائر، راه يخدم في اوتر بي. نطلبوا حقنا احنا ان شاء الله، نطلبوا حقنا باش نديوه من الدوله.